من مر على الناس يعني من حكي انه بدنا نرمم الجامع وما في يعني العالم متوخشي من الامور انه يكون لا سمح الله انه يصير في ضرب او يصير سكازه ونحن عم نشتغل هلا خيم بهالجامع وفي عندنا صعوبات كبيره بالجامع لانه عندك الجامع مدمر شكل 70-80% يعني عندنا القبي عندنا العواميد عندنا الأسطحة. بالنسبة لمدينة مورك يوجد فيها 6 من المساجد وست مساجد مدمرة لا تؤدى فيها فرائض الصلاة. بدأ الأخوة في مدينة مورك بتشكيل لجان من الأهالي وبشكل تبرع للعمل في هذه المساجد وبدء في ترميم جزء منها لتمكين الأخوة المصلين لأداء فريضة الصلاة. يوجد في المدينة كما قلنا 6 مساجد، منها 5 مساجد مدمرة تدمير كامل والمسجد الآخر بشكل جزئي. بدأ الأخوة بترميم هذه المساجد كما تشاهدون بالاستناد والاعتماد على التبرعات من الأهالي فقط، رغم مناشدتنا المتكررة والمتعددة للمنظمات لتقديم الدعم ومساعدتنا في ترميم هذه المساجد، ولكن ذلك لم يلقى أي أذن صاغي لهذه المنظمات